السلام عليكم مستمعين اسمعي انا تهيرو اسمعي جو. طبعا هذا فيديو وعد للقلب ضعيف او اللي عنده اقل من 12 سنه لا يتفرج هذا الفيديو. وطبعا عندنا ضيف جديد في القناه وبعدين راح يتكلم الحين بعدين ممكن تسمعون ضوضاء منه بس تجاهلوا شو اوكي. راح نشوف اللعب بس انسوا لايك سبسكرايب تفعيل الجرس طبعا انكم مش تحبون العاب الرعب راح ننزل لكم اكثر يعني راح نحط الديفيكولتي ايزي نحط كونتينيو اوكي يقول لك اوكي يعني ما هي يعني قاعد تسمع جيدا لا تطيح اي شيء تقدر تدخل تحت السرير وفي الخزائن برضو عندك 5 ايام واستخدم سماعات لكن ما عندي سماعات فلهذا ما راح استخدم وحظا سعيد اوكي اليوم الاول يلا عندنا بس 5 ايام تذكروا شباب واتوقع ان اغلب الناس يعرفون هاي اللعبة فما اتوقع انها جديدة على اغلب منكم اوكي حلو يلا نروح شباب انا جاني خوف من البداية شي هنا لا في اي شي هنا لا اقلع شكلك اقلع شكلك انا مو طلعت بس انا تطلع من قبل طلعت أو اسمعوا أغنية المطاردة شباب المطاردة جامدة طبعا نطور اللعبة دي في لوكل مو فرق عن اثنين اوكي طبعا نطور اللعبة دي في لوكل صراحة كان اللعبة بشكل اسطوري الصراحة ما ادري من اي مكان راح نهرب بس اللي راح اسويه اني راح احاول اهرب من اي مكان القى مرايض اكثر جاية قطع انا مو جاية حلو كار باتري اوكي لقيت بطارية السيارة حلو 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 فك فك اوكي طبعا جرين سمعت الصوت فهي راح تروح لذاك المكان انا راح اروح لعند السيارة عشان اضبطها اوكي يلا اسمع الصوت نضرب دي اوكي ضربناها بعد ما ضربناها طبعا قلنا بتجي احنا شو نسوي نسوي كده نحط صوت هنا عشان قلاني ما تجي عندنا هنا العب وحلو نركب بطارية السيارة على راحتنا اوكي شباب انا حرفيا فيني خوف والله فيني خوف ناخد ده قطعة من الشوتجن راح نصد نصنع شوتجن ونقضي عليها انا ما تموت بس بس تنام كم من دقيقة خلاص تقوم في القزم هذا القزم نحتاج بعد شوي اوكي دقيقة خلاص ما بتكون هناك بحاول اطيح فيه ده شكلها وطي صوتها قريب هنطيح دي اوكي بسرعة بسرعة راحت هنا بنتظر ان نروح عشان نتأكد انا صح ما ابغى اجي بعيد اخسر اول يوم ليش ما جت؟ قلت تحتاج شوية وقت عشان تجي أصلاً أنتم زي ما تعرفوني يا عجوز ما تقدر تمشي بس لا تسمعني تجي كده فاست أوكي شكلها جاية إي والله جاية أوكي أنا راح أروح أوكي أخرناها شوية أي شيء هناك كمان جدك ما في شيء ممكن الفيديو يكون شوي طويل هذا المهم انتظر لين تجي بعدين سوي لي ديك اللفة من الشباك وكان هاي شيء هنا اوش
سبيشال كي. اوكي اشت شت سوينا صوت شو حتى هنا. اوكي طيح دي تجي عشان نخدعها. يعني قدامي مو مرة ذكية الصراحة. يلا تعالي قاعد نشوف فيها. اوكي زين ايش 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 مش كان حيدا بالمونتاج هلا مش مش كان حيدا بالمونتاج المونتاج شباب دحين عندي قطعة الشجن لازم اصنع الشجن لانه مهم حاليا. قلت لي بس قطعة واحدة من الشجن وخلاص اصنع اقدر اصنعه. يلا يلا طيح ديش خليها شوف هنا القبو عشان ناخد سبار بلوك ونركبه في السيارة. انو حاليا هنا اوكي طب لا تعال تعال اوكي ناخد سبار بلوك بسرعة. ايه في شي هنا في مدخل من ذاك المكان تعرف شوي بندخله. ناخد سبار بلوك نركبه في السيارة. شيء هنا طيح دي برضو بس دوجها مرة تالي موجودة. اوكي شوية بتجي نتسنى. يلا اوكي الحين هو ما شافت صح اتوقع انه ما شاف. لو طيحت شيء الحين بتجي عادي عادي مسح اشي شفت ليش ماش قريب قريب صوتها ايه دي عشان تشوفي. اوكي شوية ما ادري كان جاي ولا لا. اوكي شوية شوية لا تجينا لا او ماي جود شينا انحش 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 او ماي جود انا كنت بتمسكنا عندي في اللغة خلي اللعبة واعية اكثر. اوه كده شي هنا ايش عندك ايوه
ريح لي. القبو من جهة القبو هي ليك شباب ليك شباب سوي شيء طيح لي عشان تجي عشان تجي للقب كي جاية اوكي نكو اوكي اوكي نكو جاي صح؟ بالطبع حتجي قريبة او ماي جاد راح تخلي نبحث في المطبخ على المطبخ على راحتي في المطبخ على راحتي شو لها مشكلة في خاخها والله دي بلوك صعب اللعبة أكتر ما توقعت أن الصحابها من الصحابها اللي تتعجي خلنا نجيبها هنا هذا ليش بس نجيبها تعالك تجد كيف تفتح الباب فتحت الباب وراحت مش هادي بعرف شو ذكية ولا غبية أقول طيح شيء كل لك مشاكل طيح كل شيء زي المهم أخذنا الإنجن بات والله صار هذاك السيارة والله إني جاني وعب جاني وعب كبير كبير مرة أروح أطيح في مرة ثانية ليه تجي إن شاء الله ما يكون فخ إن شاء الله ما يكون موجود أي فخ هذا الفيديو حرفيا بيكون أكثر فيديو مرعب في القناة أنا أول لعبة نزلها صار أول لعبة شافتني شلون شلون شافتني هذا عندنا ضل خالق قل لي ايه اطلب انه تروح نجيب اخرى نضيع راح تجي تعالي تعالي اقران انا اشوفك انا اوه جاي انا خاص داري ادور اكثر شيء لقينا القطع القطع الأخيرة نشوفك شباب لقينا القطع الأخيرة راح نفتح وجهي هذا الحين بالشوتجن يلا شباب يلا يلا أوكي أوكي يا
ما نطيح الشوتجن بالحين. ويلا تعال يا جلاني، لو فيك خير يا جلاني تعال. يلا لو جاني في شباب يا اخي تجي عندي. يلا ايه انا راح نطلق عليها شباب، نطلق عليها ونقتلها. يلا تعال يا جلاني، فيك خير تعال. يلا اوكي جاي هي اصلا. اوكي اسمع خطواتها، طبعا انها جاي. ايوه هلا والله جلاني، كيف الحال؟ اخبار عيال؟ والله والله بس يلا اوكي جلاني راح تروح لمده دقيقتين و30 ثانيه. قلعي 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 بس اني بس ما اني بس ما زمان وجد حد مطالب صح. ايزي ايزي ابو ايزي، موضوع ايزي. لازم يخاف، لازم يخاف لان انا ما راح تبقى مدة طويلة، مع ان هذه اقصى مدة تقدر تسويها اللعبة. اوكي اوكي لازم نطلع في المكان ان شاء الله اجيبها. راح نجيبها بسهولة في المشكلة ده. ما نحتاجها لا في أشياء كتير ما عندي شيء. طيب شباب أنت دور لين تشارلز بن و راح ارجع لك. اوكي شباب رجعت لكم بعد ما خلص جوالي مريم بعيد مني حاليا. تعال نكتب يلا انا الشوت جن ده مره خرافي. اوكي شوف طلقة انا الشوت جن. اوكي يلا شباب يلا نطلق عليها مرة ثانية، انا مستعد. تبقى مستعد صح؟ فيلا يلا ننتظر جاني. بس ترى يعني بس بالنسبة للعب احتراف صراحة يعني نشوفه. على جاني كيف؟ يلا كنا نبغى بس نسلم عليك بهاي الرصاص اللي عندنا. صراحة السلام يعني كان محترم مرة يعني. شفنا شباب ان احترمناها بشكل جيد جدا. اوكي شباب صعدت فوق هنا وحاولت اطلق على دي، ان شاء الله نجيبها. نايس هكذا يلا تشين. احتاج ابحث، احتاج ايش دحين؟ ايه افكر افكر ابحث على ايش، ابحث على ايش، ايش احاول افكر شباب، ابحث على ايش دحين، شنو الخطوة التالية؟ ايه شباب لما افكر راح ارجع لكم. اوكي شباب بعد شوية تفكير ما لقيت غير حل واحد، هو ان نسوي واجيب لا خلينا وأن نسوي بس شيء واحد، نسوي أن ننتظر جاني تجي. عند أي خيار غير أن نسوي شيء واحد، هو أحد جلتشات اللي موجودة في اللعبة. راح نطلع نسوي جلتشات
اخي ما لقيت شيء، ما عرفت ايش اسوي تاليا اصلا. الموضوع ما هو صعب، ما ادري ايش اسوي، لازم اسوي ده، لازم اسوي ده، الموضوع حقيقي صار معقد. شكل ضيف انا اللي قلت لكم في بداية الفيديو، احس كنا شكل احس كنا تعادية، بس يا ليت يتكلموا ويحاول يساعدني. ما ضيعت اول يوم بالغلط يا اخي، بالغلط. يلا شباب جلدك فيه. لا نيري واضح، ضيعت اول يوم بسبب طيحة غبية. ما راح اكمل اللعبة في هذا الفيديو.
اللعبة ما صعبة. Oh my god. بس هو بدأ شكرا فيديو صعب لايك. شكرا فيديو شكرا. بس. مع السلامة.